في ولاية إنشيري دائما أشرف مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية اليوم ببلدية كشوجت على تسلم 3 سيارات ثلاثية العجلات مقدمة من قبل التعاون الألماني لصالح بلدية كشوجت. هذا الدعم يدخل في إطار الشراكة بين بلدية كشوجت والتعاون الألماني للمساهمة في نظافة المدينة. عمدة بلدية كشوجت ثمن هذا الدعم الذي سيساهم وفق تعبيره في تعزيز جهود البلدية الرامية إلى نظافة المدينة. نختار نثمن ونشكر التعاون الألماني في إطار هذا اللي فات الحمد لله بدأنا به، وكيف قال العمدة هون فيه فات خلق تكوين للطاقم البلدي، واليوم يزودونا بهذه الوسائل اللي لا هي يعود دعم لحملات النظافة وحملات نقل بعض الأمور اللي متعلقة بمهمة البلدية. وهون انتهز الفرصة لنشكر التعاون الألماني على هذا التعاون اللي بدأ لبلدية كشوجت، ولهم جزير الشكر وشكرا وراجلهم التوفيق إن شاء الله.